السلام عليكم، شلونكم صديقاتي العزيزات وأصدقائي المتابعين وغير المتابعين لقناتي؟ إن شاء الله تكونون بألف ألف خير. فيديو اليوم راح يكون عن مشترياتي لشهر 7 اللي هو صادف، أو شهر 8 اللي هو صادف رمضان والعيد. كانت هذه مشتريات العيد الفطر الماضي، كان المفروض أنزل هذا الفيديو بالعيد، لكن تعرفون سبحان الله العيد ومشاغله ومشاويره، فحبيت أنه أنزل هذا الفيديو بعد فترة، وحتى تكون فرصة حتى أجرب المواد اللي اشتريتها وأعطيكم رأيي بها الصريح، وإن شاء الله تعجبكم. أول هذه الأشياء اللي هي هذه أصباغ الأظافر اللي اشتريتها من علامة رابسودي. هذه من الأصباغ الأظافر المشهورة ومعروفة جدا بتركيا، اللي هي هذه الرابسودي، اللي هي لونين أخذتها، اللون السيلفر، عفوا لون البنفسجي احنا نسميه، أو الليلكي، اللي هو رقم 333، أوكي، واللي أنا خالة منه هذا، أوكي. هذا اللون اللي هو لون السيلفر اللي هو رقم 352، أوكي. الحلو بهذه الأرواج إنه الحلو بأصباغ الأظافر، الحلو بها إنه إذا خليتي طبقة راح تكون خفيفة، إذا خليتي طبقتين راح تظهر لك اللون الأصلي للون. فأنا يعجبني جدا هذه الشغلة، إنه ما أحب اللون هو يفرض نفسه، لا، أنا أتحكم به، إنه اللون إذا ردت خفيف أو إذا ردت قوي. هذا اللون الثالث اللي هو من علامة باستل، هذا اللون اللي بصراحة هو لون قوي، وشوفوا أحمر غامق. هذا اللون اللي ينفع أكثر للبنات أو السيدات اللي تكون أظافرهم طويلة، يحبون يطولون أظافرهم. أنا بصراحة أشوف أظافري ما تطول، يعني ما تطول، أنا ما أحب أطولها، ما أحب اللون، يعني جربت هذا اللون بصراحة ما حلو يعني، لكن لو كانت أظافري طويلة كان صار أحلى وأحلى. أنا مرة ما أعرف إذا عندي صورة أو لا، ما أعرف، مرة خليت من هذا، عفوا السيلفر هذا، وخليت هذا اللون وياه بشكل منقط، يعني نقطت به، صار حلو، صار روعة. يعني تقدرون تخبطون ألوان هذا مع هذا يطلع أكثر من رائع. أوكي، نجي الآن على اللي أنتوا تسموها الأرواج، إحنا نسميها الحمر. الحمر اللي خلي أمشيها بهذا الشكل، اللي أنا سويت لكم بريجمنتد مسبق، أوكي. اللون هذا اللي هو هذا اللون، أوكي، يمكن الكاميرا، هذا اللون حلو، وشنو لون بي، يعني ينطي لون كأنه ما خلى حمرة، يعني ما مخلي شيء، مجرد لمعة خفيفة. وأني هذه بصراحة الألوان اللي تعجبني الألوان الخفيفة، لكن بنفس الوقت تكون هادئة مو قوية. هذا الحلو بي أيضا أنه هو بنوع من المرطب، يعني أيضا كأنه بترطيب، يعني لما تخليه وتطلعين كأنه مخليه مرطب. وشوفوا حتى لون حلو هادئ، هذا اللون، اللون اللي ما أعرف شنو اللون، البصلي إحنا نسميه، أو اللون يمكن هو لون البرتقالي، ما أعرف. هذا اللون الثاني، اللون هذا اللي هو هذا اللي بالنص، يعني هو راح بهالشكل السواتش بهالشكل، أوكي. هذا اللون شوفوا لون روعة روعة روعة، هذا اللون عجبني، حلو. تقدرين تخليه بدون لاينر، يعني الليب لاينر أو محدد للشفاه، تقدرين تخليه وحده، وتقدرين تستعملين وياه الليب لاينر عادي، ما راح يأثر. هذا اللون لا شوي يمكن لازم تخلين معاه الليب لاينر حتى يظهر اللون، أوكي. هذا النوع اللي هو يعني شلون أقول لكم، بي نوع من المرطب، وهذا الشيء اللي أنا عاجبني بصراحة. هذا اللون اللي هو اللون الجوزي، إحنا نسميه لون الجوزي الغامق، اللي هو هذا،
هذا حالاته شنو؟ انه تقدرين الصبح تستعمليه، يعني عندك طلعه الصبح مثلا السوبر ماركت قريب او عندك دوام او عندك، تخليه عادي، تخلين طبقه منه، راح يكون ملائم جدا للصباح. ليش؟ لانه شوفوا لونه جوزي، او انتم سموه بني يمكن بالوطن العربي، معظم الوطن العربي يسموه بني. هذا اللون الجوزي حلو بلون الشفاه، كأنه يعني انت ما خلى، كأنه ما خلى شيء على شفايفك، لكن بنفس الوقت حلو، يعني ينطي رونق وينطي فد لون للوجه، لكن كأنه انت ما مخليه حمرة او ما مخليه روج. اوكي، هذه الالوان اللي مثل ما قلت لكم، هذا السواتش لها على الترتيب، يعني هذا الاول والوسطاني والجوزي. اوكي، هذا بالنسبة للأرواج، خلصنا منها. نجي اوكي، قبل ما انسى، هذا اللي الجلوس، هذا الجلوس اللي هو يكون بفرشة بهذا الشكل، يكون فرشة اللي هو الجلوس، وتكون الفرشة كأنه معكوفة بهذا الشكل. هذا الحلو بي انه بي، يعني هو جلوس لكن بي ترطيب روعة روعة. يعني كنا طالعين بسفرة، وتعرفون حر، ويعني كان حارة، فخليت منه رطب لي طول اليوم كأنه مرطب، خاله ما خاله جلوس. اوكي، هذا عجبني، هذا بصراحة هذا استعمله مع الأكثر شيء، هذا اللون وهذا اللون، لكن حتى إذا استعمله مع هذا اللون يمشي، يعني أخلي جلوس فوقه يطلع روعة روعة. عجبني بشكل، حبيته، وبي قلت لكم مثل ما قلت لكم بنوع من المرطب. أنا بالنسبة لي قبل ما أخلي أي نوع حمرة، حتى لو مثلا مثل هذه الأنواع اللي بيها نوع من المرطب، أحب أخلي المرطب البشرة اللي هو أخذته من، طبعا أنا أخذ أنواع كثيرة، لكن بيبي ليبس اللي هو من الشركة المعروفة، أنا هذا فرنسي، هذا فرنسي ميدين فرانس، يمكن مكتوب عليه أنا قريته ميدين فرانس. هذا أنا أخذت اللون اللي ما بي أي لون، يعني لون كولرلس، يعني ما بي أي لون، هذا الشيء اللي هو بيبي ليبس، اللي بي يعني شفت بأنواع، بنوع البرتقال أو الليمون، أو حتى لون نوع من ال ما أعرف إحنا نسميه العرموط أو الشيء، ما أعرف أنتوا شو تسموه. على كل حال أنا حبيت أخذ هذا اللون، النوع اللي ما بي أي لون. أوكي، نجي على الآخر شيء اللي هو، أنا بصراحة هذا عبالي حمرة، كأنه شفته قلت هذا جاز حمرة، قلت معقولة بهذا الشكل اللون، لكن لما جيت وقريته هو اللون اللي هو الكونسيلر، كونسيلر مسوي بشكل الحمرة. أنا عجبني جدا، عجبتني جدا هاي الفكرة، إنه بلون مثل شكل الحمرة أنت تتحكمين به. المأخذ الوحيد، أنا بصراحة ما أستعمل كونسيلر بشكل يعني دائما، أحب أستعمل الباودر، الكومباكت باودر أو الباودر المضغوط. هذا الكونسيلر جربته بس حتى أشوف إنه هل هو جيد، جيد هو وعادي يعني، لكن شنو عيبه الوحيد؟ إنه هو شوية ناشف، يعني لازم تخلين كريم مرطب قبله يلا تستعمليه. هو هذا الشيء الوحيد، المأخذ الوحيد اللي عليه، انه هو شوية ناشف. اوكي، نجي الان الى، خليني اوخر هذول الاغطية، او احنا نسميها القبغات، القبغات، القبغ اللي هو هذا يعني نغلق به. اوكي، نجي على الليب لاينر. الليب لاينر الأول اللي هو من شركة فلورمار، أخذته هذا من شركة فلورمار. أوكي، هذا اللون عجبني، بس شيء واحد كأنه انخدعت به، اللي هو لما خليت على إيدي اللون صار يجنن، لكن لما جيت استعملته على شفايفي بصراحة ما عجبني، ما عجبني. ليش؟ لأنه طلع باهت باهت باهت، وكأنه أصلاً حتى ما بأي لون، يعني ما عجبني الصراحة.
فانت فنصيحة انه اذا انت تشترين شيء، وخاصة اذا ليب لاينر او محددات شفايف، استعملي اذا في المحل تقدرين تجربي على شفايفك جربي، لا تجربي على ايدك. ليش؟ لانه يعني ما راح يطلع نفس اللون مثل ما صار لي اني من بهذا الليب لاينر اللي هو مثل ما قلت لكم بشركة فلورمار. النوع الثاني اللي بلاينر اللي هو من شركة أميلي، الأميلي الشركات المعروفة أيضا، اللي هو بهذا اللون، اللون الجوزي. أنا اشتريته بصراحة مع هذا، اشتريته البلاينر هذا الجوزي أو البني مع هذا اللون المحدد. هذا هو شكله، هذا هو شكله. أوكي، الحلو به أنه خليني أسوي لكم سواتش عليه. أوكي، هذا الليب لاينر. الحلو به انه هو مرطب ايضا، وخليني اسوي له، ما سويت، نسيت اسوي لكم السواتش الاول. السواتش اللي هو اول واحد، هذا اللي قلت لكم من شركه فلورمار، هذا اول واحد اللي على اليمين، على اليمين. اوكي، بالايد يجنن يطلع، لكن ما حلو، ما حلو، ما عجبني ابدا، وهو على شفايف. هذا الليب لاينر او من شركه اميلي حلو ومرطب، يعني ما بي اي شيء مثلا يجفف، لا 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 بالعكس. النوع الثاني اللي هو ايضا من شركه اميلي اخذته، اللي هو بهذا اللون، اخذته مع هذا اللون، اخذته مع هذا، لكن شنو، مرات اخليه مع هذا حلو، مع هذا حلو، يعني عادي، ما بي اي شيء. خليني اسوي لكم سواتش ايضا عليه، اللي هو هذا اللي على اليمين، على اليمين. اوكي، هذا بالنسبة الى الليبلاينر. الليبلاينر الاخير اللي هو هذا اللي باللون الاسود، بصراحة انا لما شفته كأنه صورته كحلة، صورته كحلة، لكن لما جيت قرأت عليه شوفوا شنو مكتوب، اي اند ليب لاينر، يعني ما ادري، يعني بالله اي ممكن واحد يستعمله ككحلة، لكن ليب لاينر يعني هاي بصراحة غريبة انه واحد يستعمل ليب لاينر او محدد شفاه على ايده على بلون الاسود. هذا شيء بصراحة غريب. يمكن البنات، اعتقد اللي يستعملوه البنات اللي البيضات او الشقرات، شقرات ممكن اوكي يستعملوه، ما اعرف، بعد هذا شيء اول مرة اسمعه. اخر نوع اللي هو بهذا اللون، اللي هو اللون البني الغامق يكاد يكون اسود، اللي هو بهذه الفرشة. هذا اخذته اني اللي هو كمحدد للحواجب، اخذته محدد للحواجب، اللي هو تايتانيك، مكتوب عليه تايتانيك اكسسوريز. اوكي، هذا انا استعمله محدد للحواجب، وامشط طبعا حواجبي بهذا، بهذه الفرشة، واستعمله مع التحديد. اوكي، هذه كانت الفيديو اليوم، وهي كانت مشترياتي، اتمنى تكون عجبتكم، واذا عجبتكم كتبوا لي، واذا عندكم اي استفسار ايضا كتبوا لي بالتعليقات حتى اشوفها، وحتى اعطيكم الرأي بها، واذا كان عندكم اراء اخرى او استفسارات اخرى. قبل ما انسى، لا تنسون يا حبايبي اذا عجبتكم الفيديوهات وعجبتكم قناتي، يا ريت تسوون سبسكرايب لقناتي، واذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت تسوون لايك وشير، حتى الكل يستفيدون من هذه المنتجات. واشوفكم على الف الف خير، وباي باي.